السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنتكلم على قصة نجاح جو جيراردي، أحسن رجل مبيعات في العالم. خلينا نتكلم على واحد النقطة اللي جد مهمة. جو جيراردي القصة دياله تقريبا من الطفولة حتى 35 سنة كانت كتعرف بأنها قصة فشل، يعني قصة فشل ذريعة. حتى العائلة دياله أنها كانت كتعرف يعني فشل. كيفاش من 35 غتحول على قصة نجاح؟ ولكن قبل ما نهضر على قصة نجاح غادي نشوفوا جو جيراردي كيفاش كانت الطفولة ديالو. جو جيراردي يعني تقريبا واحد العائلة اللي هي إيطاليا، مقيمة كانت في يعني في الثلاثينات، مقيمة في أمريكا، وحنا كنعرفوا كانت في ديترويت. في ذاك الفترة هذه كانت هناك العديد، كانت هناك أزمات. فجو جيراردي من الطفولة ديالو باش نعرفوا أن كانت العائلة ديالو شوية جد قاسية، وكان الأب أنه شوية صارم لدرجة أنه كان كياخذ دقات العصا كل مرة، كياخذ العصا لدرجة أنه كان كيبات على برا. جو جيراردي ماشي لقاها أنها ملعقة من ذهب. جو جيراردي المشكل ديالو هو باش نمشيو دقه بدقه او ايطاب بار ايطاب، يعني الطفوله ديالو كانت جد مريره. انه مثلا دي ايمان انه كان عنده مشاكل مع العائله ديالو، دائما الاب ديالو كيقول له ان انت شخص فاشل، انت واحد الشخص اللي ما غاديش يكون منك حتى شي حاجه. ودائما انه كان ربما انه كان في الدراسه كان عنده مشاكل، كان عنده مشاكل على برا. فدائما انه ميكبر كبرت فيه واحد العقده، وبدا كيعتقد بانه شخص فاشل. حتى ميكبر في اي خدمه انه كان كيمشي لها او اي شغل كان يتجه اليه، كان عنده واحد المشكل انه ما كيلقاش الراحه ديالو وكيخرج على برا، يعني ما كانش كيطول في الخدمه نظرا لانه دائما كيلقى مشكل الفشل. حتى في الدراسه ما كملش المستوى الدراسي ديالو، كان مستوى ثانوي وطرد انذاك. وكان دائما انه واحد الشخص اللي هو ربما انه شخص متعصب. علاش؟ لان الاستاذ ديالو او في ذاك الفتره هذه كانوا يقولوا انتم ايها القوم، يعني انتم ايها الايطاليين. فكانت هناك عنصريه، وانه لدرجه انه تشد في السجن لانه رافق بعض الاشخاص اللي هما اصدقاء السوء اللي حاولوا يديروا واحد العمليه سرقه. كيفاش ان القصه ديالو غادي تتحول؟ يعني من بعد ما انه دار العديد من الاشغال، وكانت اشغال اللي هي فاشله، غادي يتقابل مع واحد الشخص في الثلاثينات بعد انه ما تزوج، تقابل مع واحد الشخص اللي يقول لك يعلمه انه الحرفه ديال بناء البيوت. وكانت في ذاك الفتره هذيك في ديترويت انه كان هناك البيت تقريبا المقدار ديالو كان واحد 10000 دولار، كانوا كيبنيو واحد البيت يعني تكلفه بسيطه بواحد الطريقه بسيطه وكيبيعوها. بدا كيتعلم، تعلم هذه الطريقه ديال انه كيفاش هو يشري المواد الاوليه وكيفاش انه يبني البيوت، وبنى واحد البيت هو صغير نفسه. هنا واحد البدايه صغيره. بعد ذلك حاول يدير واحد الانطلاقه اللي هو تقريبا في سن تقريبا 33 سنه، دار واحد الانطلاقه، حاول انه يشري واحد بقعه ارض كبيره خارج على المدينه بواحد الثمن رمزي اللي غشوا فيها سابقا هاد البائع، وقال له بانها غادي تكون يعني قريبه انها تكون هناك الاشغال وتولي هذه المنطقه انه جد غاليه. هاد السيد هذا مشى شرى داك القطعه وبنى عليها البيوت ودار واحد الاثمنه مناسبه، والناس بداو كيجيو. ولكن هناك مصلح باش انه يدخلوا لها الكهرباء والماء، كانت لازال في ذاك الفتره انها مازال ما تلقاتش. فبدا كينتظر. بعد ذلك حس بان هناك شيئا ما، هناك واحد الخلل لانه ما تحرش الحقيقه ديالها. فذهب مباشره الى المقاطعه انذاك وسالهم، قال لهم فوقاش انها غادي توصلها الماء والكهرباء؟ قالوا هذه المنطقه ما غاتوصلهاش. الان انا جو جيراردي خسر داك المبلغ المالي كامل اللي كان كيجمعه، وتقريبا وصل به لدرجه انه صافي ما لقاش انه حتى يدخل حتى قفه ديال الخضار للاولاد ديالو. وصل عاوتاني لدرجه انه درجه الفشل، بدا كيعتقد بانه شخص فاشل. يعني تقريبا شوف انه مرحله الفشل الاولى والثانيه والثالثه، وكذلك انك بديتي درتي واحد الانطلاقه وكتخسر الفلوس ديالك كامله. بعد ذلك انه جا واحد الجار ديالو انه دخلوا معاه في صناعه السيارات. هنا الانطلاقه الاخوان، فوقاش تبدا 35 سنه غادي يدخل صناعه السيارات. فمين يدخل صناعه السيارات؟ وحنا كنعرفوا انه كبائع، هو بائع سيارات يعني سيلز مان، يتفاجأ من الأصدقاء ديال اللي هما البائعين الآخرين، وكيعتقد بأن جو جيرارد يعني غادي يحاول أنه حتى هو غادي نفسهم، وغادي يحاول ياخذ لهم واحد الجزء من الكعكة، لأنه ما غاديش يبيعوا كاملين. يعني يدخل واحد الشخص اللي هو غريب، هنا الحقد. حاول يتصرف بواحد الطريقة اللي هي جد ذكية. هنا جيراردي، هنا نقطة التحول ونقطة النجاح هو التركيز التام على العمل. جو جيراردي ما كانش كيتسكع مع البائعين الاخرين، ملي كيكون مثلا واحد البريك كان انه كيحاول دائما انه ياخذ مثلا، يحاول يجيب مثلا في ذاك الفتره الكتاب اللي فيه الهاتف ديال الارقام ديال الزبائن كامله اللي هي في ذاك المدينه، وكيحاول انه كيتصل بهم، كيحاول انه يشتغل او انه يستغل ذاك فتره الفراغ بواحد النقطه اللي هي ناجحه. بدا كيعيط لحسن الحظ ان كانت هناك بعض الصدف، يعني من بين 10 مكالمات انه كيلقى واحد المكالمه اللي هي ناجحه وكيجلب واحد الزبون، اذا لقى واحد الطريقه ناجحه. بعد ذلك حاول يركز على هذه الطريقه هذه. اي زبون ولا كيجي كيقول، هو القاعده تقول بان اي زبون انك كتكسبه، بالنسبه لك انك كتكسب واحد 250 صديق، اللي هو
يعني كل شخص غادي نجيبه لعندي غادي يكون عنده اصدقاء ويكونوا عنده عائله. حاول انه يكون واحد الطريقه لطيفه، طريقه مهذبه في البيع، حاول انه يتقرب منه اكثر واكثر، الا درجه انه دائما كيدير واحد البيزنس كارد ملي كيمشي لواحد الحفله، كيحاول انه يوزع البطاقه ديال التعريف ديالو، كيحاول انه يهضر مع الجزارين، يهضر مع اي شخص، كيقول لك اي شخص حاول دير معاه واحد العلاقه. وكل شخص كان كيتلاقى كيقول له انني كيعرفو بالمهنه ديالو، انا كندير واحد كندير بائع سيارات، الا كان هناك مثلا اذا احببت ان تشتري اي سياره فمرحبا بك، وكذلك الاصدقاء. ولا مؤكد النقطه الثانيه انه كيجند حتى ذاك الاشخاص اللي هما كيشتروا السيارات، ولا كيجندهم كيقول لهم مثلا الا صيفطتي لاي شخص خذ البطاقه، ولا صيفطتي لاي شخص بعت لاي شخص ستربح معي $50، يعني كان كيدير واحد الجائزه ماليه. بداوا الاخوان انهم كذلك الاصدقاء او الزبائن اصبحوا بحال واحد الجنود بالنسبه له، انهم كيصيفطوا له زبائن اخرين، وبعد ذلك انهم كيربحوا $50، كيتجه للجزار، يتجه للبقال، يتجه الى 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 الحلاقين باعتبارهم الاشخاص اللي يتكلمون اكثر مع الزبائن. ولات هنا هناك مردوديه ومفعوليه اكثر واكثر. بعد ذلك انه جورج جيراردي انه القيمه ديالو اصبحت انها مرتفعه، فاحس انا ذاك في ذاك الفتره بان هذيك هي الصنعه او الحرفه اللي هي الملائمه له. يعني في ظرف 30 سنه ولا 35 سنه لم تكن هناك اي صناعه ملائمه له. بعد 35 سنه اصبح تقريبا بين احسن رجل المبيعات، حتى الاصدقاء ديالو اللي معاه ولاو كيتصيبهم واحد الغيره من الطريقه اللي من الطريقه ديال التعامل ديالو. اصبح كذلك انه كيدير واحد الطريقه اللي هي جد 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 جيده، هو انه اي شخص انه جد مهم انه بامكانه يجيب له زبائن اخرين، ربما انه كان كيبيع له تقريبا باقل من التكلفه ديال السياره. اذا كانت تكلفه السياره وخاصه شيفروليت انا ذاك كدير تقريبا اللي هي نقولوا $20,000، ربما انه كان كيبيعها له تقريبا ب 18، يعني كياخذ منها العموله اللي كان غادي يربح وكيخليها لذاك الزبون. مثلا كنعرفوا بان مثلا ممكن انه صاحب شركه ولكن غادي يبعث له العديد من اللي شغالين معه. هنا هذه قصه نجاح جورج جيراردي بهذه الطريقه، استطاع ان يحطم الرقم القياسي واصبح الشخص اللي هو جد مهم بهذه الطرق. اذا لكم مني اجمل تحيه والى قصه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.